ممكن تشيل السماعه دي؟ عايزه اتكلم معاك شويه. عارف يا نديم، من اكتر الحاجات اللي بتعجبني فيك انك دايما بتبقى عايز تروح المكان اللي حصلت فيه الجريمه. انت عارف ان في محامين كبار ما بيعملوش كده؟ لا مش عارف. المحامي راس ماله الاحتمالات. ازاي يعني؟ يعني انت بتروح تشوف مكان الجريمه، تبدأ تحط كل الاحتمالات، وكل ما كان عندك قدرة على تخيل احتمالات مختلفة طول ما انت قادر تختار الحل المناسب للقضية. فاهم حاجة؟ لا انا سرحت وانت بتتكلمي. سرحت في ايه طيب؟ هو انت شغلتيني عشان بفكرك بابنك؟ ايه اللي خلاك تقول كده؟ رمال. بالعكس، انا في الاول ما كنتش عايزه اشغلك عشان بتفكرني بخوفي على ابني. انا طول عمري كان نفسي اخلف ولد عشان يمسك المكتب معايا، بس بعد كده حسيت ان علي ابني مش هيقدر يبقى كده. بس لما شفتك رجعلي الأمل تاني، شفت ذكائك وإصرارك، قلت لنفسي ليه لأ؟ يمكن علي ابني يطلع محامي شاطر زيك. شكرا. بدليل إنك أشطر واحد فيهم كلهم. وحاجة تانية، إيه هي؟ ممكن تكون أذكى مني. ممكن. يعني هنحل القضية؟ اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.